الخبر الجاي لعشاق القهوة. الله. يعني حاجة حلوة صراحة. كلنا عشاق القهوة. يبدو أن للقهوة دور علاجي مهم، خصوصا مع الذين تعافوا من مرض سرطان الأمعاء. دراسة بريطانية حديثة أكدت أن المرضى الذين يشربون 2 إلى 4 فناجين قهوة يوميا أقل عرضة لعودة مرضهم، فيما يتوقع أن شرب القهوة قد يساهم بتقليل نسب الوفاة بهذا النوع من السرطان بنسبة 29%، حيث تؤكد الأبحاث أن السرطان الأمعاء يعود لواحد من كل 5 أشخاص تم تشخيص إصابتهم وشفائهم منهم. يعني خبر حلو للناس اللي بس السنة كثير. صحيح. 4-5 أكواب في اليوم ترى كثير. هي كثيرة لكن هو في ناس مدمنة يعني صراحة. لا هو كوب واحد والحمد لله. كم كوب أنت بتشربي قهوة تقريبا؟ أنا ما بشرب قهوة يعني. أنا بشرب عنك، أنا بشرب 4 أقل باليوم. طيب كانت أنا لا هو كوب واحد والحمد لله. شكرا لكم على هذه الأخبار الجميلة.